بسم الله الرحمن الرحيم، احييكم مره اخرى مشاهدي قناه البحرين الرياضيه ومن هنا من صاله نادي الرفاع الرياضيه ليكون معكم مع مباراه مركز شباب جرداب ومركز شباب المحرك وبدايه الشوط الاول وبدايه المباراه. وطبعا طاقم التحكيم احمد خليل وايضا عبد الله غاصب. بدايه المباراه طبعا مركز شباب جرداب باللون الاخضر ومركز شباب المحرك باللون الاحمر والاسود. بدايه الثواني الاولى والتعادل السلبي، على فكره ثلاث نقاط لمركز شباب المحرك بعد فوزه في اللقاء الاول على مركز الشباب الرفاع الشرقي بستة اهداف مقابل هدف، ومركز شباب جرداب الخساره في اللقاء الاول بخمسه اهداف مقابل ثلاثه. مركز شباب مدينه حمل على فكره قبل هذه المباراه فازوا بتسعه اهداف مقابل هدف وبنتيجه كانت كبيره، نعم، وتاهلهم عن طريق المجموعه الخامسه. هذه المباريات ضمن المجموعه الخامسه على فكره، وهذه ثاني مباريات اليوم. كره الى ركله ادخال. تنفيذ بشكل سريع، كرة توصل لمركز شباب المحرك مع عيسى ناصر، يحاول معاها يتقدم ولكن التغطية أيضا موجودة والمحاولة أيضا حاضرة، الأخير طالت وتحولت إلى ركلة إدخال. هذه المباراة ضمن المجموعة الخامسة، وعلى فكرة هذه المباراة هي ثاني مباريات اليوم. بعد هذه المباراة هناك أيضا لقاء لمركز شباب سافرة مع مركز شباب النعيم والسلطة ومركز شباب السهل الجنوبيه ومركز شباب تحاس في ختام مباريات هذا اليوم وختام مباريات الاسبوع او المجموعه السادسه. هذه المباراه ضمن المجموعه الخامسه. الخطا، نعم، موجود من حارس مرمى مركز شباب جرداب ناصر ابراهيم. خطا لمركز شباب المحرك والبحث عن الهدف الاول من خلال يتقدمون في الدقائق الاولى وبعد مرور دقيقتين ونص تقريبا. خطا في مكان خطا، ممكن يستغلون الخطا وتسجيل هدف اول في مرمى مركز شباب جرداب. خطا مركز شباب المحرك والتنفيذ الان والتسديده وايضا الدفاع في المكان المناسب. كره عادت مركز شباب المحرك والتسديده راحت وتحولت الى ركله ادخال. كره عادت مركز شباب المحرك، كرة توصل، كرة إلى أمام، التغطية موجودة والكرة إلى ركلة إدخال لصالح مركز الشباب جرداب. الفريق اللي يبحث على الانتصار في هذه المباراة للعودة مجددا للمنافسة على إحدى بطاقتي التأهل من ضمن هذه المجموعة، المجموعة الخامسة. كرة توصل، راحت تحولت الى ركله ادخال. كره الى ما طويله، هذه توصل سهله لحارس المرمى ناصر ابراهيم، الدوره ينقلها الى ما مركز شباب جرداب. من التقدم محاوله والتغطيه ايضا موجوده وتسديده، وعادت مره اخرى وتسديده مره اخرى من جانب اللاعب رقم 10 سعيد فردان اللي حاول يصطاد الشباك ولكن تسديده مره وكانت من جانب هذا اللاعب جلال العلوي. هنا حارس المرمى سعيد بعواص، الكرة الأمام لكن طالت وراحت أيضا. مركز شباب المحرق ومركز شباب جرداب، مركز شباب المحرق لوصول لنقطة السادسة وضمان التأهل من المجموعة الخامسة، ومركز شباب جرداب للفوز في هذه المباراة والعودة للمنافسة على إحدى بطاقات التأهل من المجموعة الخامسة. كرة إلى أمام، التغطية نعم موجودة، كرة عادت، محاولة تسديدة نعم كانت موجودة من حسين يعقوب والكرة راحت إلى الركنية بعد تصدي من سعيد بعواص. ركلة ركنية، تنفيذ بشكل سريع ولكن اصطدمت بالقائم ليس.
وعواس بشكل سريع، كرة توصل، محاولة المرور ولكن الضغط أيضا وقطع الكرة من جانب لاعبي مركز شباب جرداب. محاولة من حسين يعقوب راحت تحولت إلى ركلة إدخال. كرة سريعة. عادت محاولة مركز شباب المحرق وتسديدة ولكن وين؟ بعيدة بعيدة الكرة الأخيرة. طبعا حكام المباراة عبد الله غاسم وأحمد خليل والحكم الثالث هو عباس عبد الله. الضغط من جانب لاعبي مركز شباب المحرق. دوري خالد بن حامد المراكز الشبابية النسخة الرابعة. كرة عادت، محاولة يا سلام على المرور والتقدم حلوة هذه وحارس المرمى يتألق. فرصة رائعة ضاعت على مركز شباب جرداب وفرصة وهي أخطر كرات الشوط من جانب مركز شباب جرداب. فرصة الوصول إلى هدف آخر ولكن الشاهد يا سلام على حارس المرمى بعواس. بعواس تألق أمام اللاعب سعيد فردان لمرمى الأول ومرمى الثاني وفي الأخير تألق لحارس المرمى بعواس. كرة توصل، محاولة الآن، التغطية نعم موجودة والكرة تحولت إلى ركلة إدخال. هذا هو حارس المرمى أيضا ناصر إبراهيم. تنفيذ بشكل سريع، استلام وانتظار ونقل الكرة، بعد ذلك محاولة مركز شباب المحرق لتسجيل هدف أول والوصول لزيارة الأولى لشباك مركز شباب جرداب. مركز شباب جرداب دائما البحث عن النقاط الثلاث في هذه المباراة، هم عارفين الخسارة في المباراة الأولى وإذا ما خسروا في هذه المباراة يعني توديع البطولة، بطولة دوري خالد بن حامد المراكز الشبابية. كرة توصل، سعيد فردان خاطئة في الأمام، توصل باتجاه اللاعب عيسى ناصر للخلف مركز شباب المحرق. استلام لقانم الضاعم بدوره يحولها للاعب عيسى ناصر، يحاول يتقدم عيسى ناصر، طالت وتحولت الى ركله ادخال. حتى الان بعد مرور 8 دقائق من بدايه الشوط الاول الخطوره غير موجوده على مرمى الفريقين. يعني عاده بكره القدم للفوتسال الاهداف تكون حاضره بكثره وايضا خطوره على مرمى الفريقين، يعني لم نشاهد كره واحده كانت خطره لمركز شباب جرداب وتصدى لها بكره وحارس مرمى سعيد بعواس للمره الاخرى يتألق. كره توصل، محاوله استلام وانتظار بالقدم اليسرى المميز لهذا اللاعب محمد زمان. كره عادت، عيسى ناصر دوره يحولها والتغطية أيضا موجودة، البحث عن الانطلاقة والمحاولة من جانب مركز شباب جرداب وتحديدا عن طريق اللاعب حسين يعقوب في كرة القدم للفوتسال. محاولة دائما الاعتماد على المهارة واللياقة البدنية اللي ممكن تصنع الفارق، وحتى الآن الفارق في النقاط الفارق في الأهداف غير موجود بل التعادل السلبي ما زال مستمر، التعادل الأبيض. أتمنى نشاهد أهداف في الدقائق القادمة، نقترب من آخر 11 دقيقة من زمن الشوط الاول والتعادل السلبي مستمر، وعلى فكره تعادل واحد سلبي فقط في هذه البطوله، لم نشاهد تعادلات سلبيه الا في لقاء واحد، اما جميع المباريات فيها الاهداف تكون حاضره. ركله ادخال مع عيسى ناصر، كوره الامام سهله لحارس المرمى ناصر ابراهيم. كرة عادت، محاولة مرة أخرى توصل لمركز شباب المحرر وعن طريق محمد الضاعن، الضاعن ينقلها الأمام والكرة في الأخير راحت وتحولت إلى ركلة إدخال أو إلى رمية إدخال. هذا هو اللاعب علي خليل لاعب مركز شباب جرداب، يبحثون عن الانتصار في هذه المباراة لتجديد الآمال أيضا
اللي كسب احدى بطاقاته التاهل من هذه المجموعه، المجموعه الخامسه. كوره الى ورا توصل لحسين يعقوب، يحاول مع حسين يعقوب، كور عارض تسديد ابو عواص، يا سلام على ابو عواص ليتالق للمره الثانيه سعيد ابو عواص امام محاولات مركز شباب جرداب اللي بالفعل يقدمون نفسهم حتى الان بشكل افضل والخطوره لصالحهم. كوره عادت مركز شباب جرداب، اضاعوا كورتين بتالق لحارس مرمى سعيد بعواس. كوميل عبد النبي واضح على الصوره لاعب مركز شباب جرداب، خسروا بصعوبه في اللقاء الاول امام مركز شباب يتحامل 5 أهداف مقابل 3 في لقاء مثير في تلك المواجهه. كرة إلى أمام سهلة توصل لحارس المرمى سعيد بعواص، كرة الخلف وخاطئة طبعا في كرة القدم للفوتسال يمنع عادة الكرة إلى حارس المرمى مرة أخرى، وبالتالي شاهدنا الصافرة أتت من جانب حكم المباراة عبد الله غاسم. في كرة القدم للفوتسال يمنع عادة الكرة إلى حارس المرمى. خطأ لصالح مركز شباب جرداب والبحث عن الهدف الأول. مركز شباب جرداب وعلى التسديدة ممكن يكون علي خليل. حسين يعقوب يلعبها على طول وهدف. جول أول لمركز شباب جرداب بكرة رائعة من كوميل عبد النبي. شاهد الكرة الأخيرة، الكل انتظر التسديدة تأتي من اليمين لكن أتت بالقدم اليسرى لكوميل عبد النبي، وهدف أول بالفعل مركز شباب جرداب. يترجمون أفضليتهم وخطورتهم على مرمى مركز شباب المحرق بهدف أول عن طريق كوميل عبد النبي 6-2. طريق اللاعب كوميل عبد النبي اللاعب رقم 6 عفوا ولاعب مركز شباب جرداب هو اللي سجل، والنتيجه 1-0 لمركز شباب جرداب. والصناعه كانت من لاعب رقم 2 علي خليل هو اللي صنع الهدف، واللاعب رقم 6 كوميل عبد النبي هو اللي سجل، والنتيجه 1-0 لمركز شباب جرداب على مركز شباب المحرق. اضاعوا الاولى، اضاعوا الثانيه بتالق لحارس مرمى سعيد بعواص، لكن الثالثه كانت ثابته لمركز شباب جرداب. افضليه واضحه، مركز شباب المحرق يبحثون عن رده الفعل الان. كره عليه تصل لكوميل، كوميل عبد النبي كره معه يلعبها باتجاه حسن عيسى، حسن عيسى يمر يتقدم وتسديده، وايضا سعيد بعواص يتالق في مرماه، هو اللي يقف امام خطوره لاعبي مركز شباب جرداب، يتالق في التصدي، يتالق في ابعاد الكرات، بالفعل تصدى لعده كرات ولولاه لكانت النتيجه اخرى، كانت لمركز شباب جرداب وحصيله تهديفيه اخرى. كره عادت توصل محاوله وتسديده تحولت الى ركنيه بعد تصدي من حارس المرمى ناصر ابراهيم. هذا هو ناصر ابراهيم، والتسديده كانت من جانب لاعب عيسى حامد في الكره الاخيره. تنفيذ بشكل سريع وحارس المرمى، وبعد ذلك الابعاد. كره عادت توصل الان وتسديده، وايضا تالق لحارس المرمى ناصر ابراهيم، وبعد التسديده كانت قويه من محمد زمان. شاهد محمد زمان سدد بالقلم اليسرى وتغير اتجاهه، وحارس مرمى كان موجود برده فعل رائعه في التصدي للكره الاخيره. ركلة ادخال 5 دقائق متبقية من زمن الشوط الأول، والمحرق والبحث عن ردة الفعل الهجومي لتسجيل التعادل. هناك على فكرة مدرب مركز شباب المحرق هو محمد مصبح، ومدرب مركز شباب جرداب هو قاسم علي. كورة محاولة، وهناك أيضا تيم أوت بالنسبة لمركز شباب جرداب ومدربه قاسم علي لطلب التيم اوت ووقت المستقطع 1 دقيقة. ايضا هي فرصة بالنسبة للاعبين لاخذ الانفاس، وايضا فرصة بالنسبة للمدرب لاعطاء التعليمات والتوجيهات ايضا للاعبينه.
1-0 في الشوط الأول حتى الآن، ويبقى على نهاية الشوط الأول 5 دقائق و23 ثانية. هدف وحيد في الشوط الأول عن طريق مركز شباب جرداب في مرمى مركز شباب المحرق، والهدف اللي أتى عن طريق اللاعب كوميل عبد النبي. تعليمات من جانب كلا المدربين، مدرب مركز شباب المحرق محمد مصبح ومدرب مركز شباب جرداب قاسم علي. زلنا بانتظار استئناف الشوط الاول بعد الوقت المستقطع والتيم اوت اللي طلبه مدرب مركز شباب جرداب الكابتن قاسم علي، بعد ما شاهد خطوره لاعبي مركز شباب المحرق على مرماهم، وبالتالي هو طلب التيم اوت لاعطاء التعليمات، وايضا في محاوله ايضا لامتصاص حماس لاعبي مركز شباب المحرق ومحاولاتهم المستمره للوصول لهدف التعادل. كره عادت مركز شباب جرداب، محاولة والتغطية أيضا موجودة والصافرة وخطأ. مركز شباب المحرق شاهدنا ردة فعلهم الهجومية بعد تسجيل التقدم لمركز شباب جرداب، يعني بدي يتقدمون، بدي يحاولون، بدي يشكلون خطورة على المرمى، ولكن تلك الخطورة حتى لا لم تترجم إلى هدف التعادل. خطأ لصالح اللاعب حسن عيسى. الفيدي بشكل سريع، فيها محاولة وتمرير الأمام، والتغطية أيضا موجودة. الشاهد هنا نقل الكرة وخاطية، كرة على مركز شباب جرداب، استلاب وانتظار وتسديدة، وبعواس يتألق. بعواس بالفعل في مرماه أنقذ مرمى مركز شباب المحرق من عدة أهداف. كرة على خطرة لمركز شباب جرداب، ودائما الخطورة موجودة والمحاولة راحت وتحولت إلى رمية إدخال. كرة إلى أمام توصل سهلة لحارس المرمى ناصر إبراهيم. كرة محاولة طالت وتحولت إلى ركلة إدخال. هناك ثلاث ثواني لتنفيذ الخطأ أو لتنفيذ ركلة الإدخال أو حتى رمية الإدخال من حارس المرمى، وبالتالي ثلاث ثواني امام كل لاعب لتنفيذ الخطأ. كرة عادت سريعة الان توصل لمركز شباب المحرق، وشاهد الضغط من جانب لاعبي مركز شباب جرداب. كرة عادت استلام وانتظار، لمسة توصل باتجاه اللاعب عيسى ناصر. كرة الامام من عيسى ناصر طالت وتحولت الى رمية ادخال مع مركز شباب جرداب. كرة سريعة زمان، محاولة خذها زمان بالقدم اليسرى، يا سلام يحاول ينقل هذه فرصة ايضا ضاعت. ضاعت فرصة التعادل على لاعبي مركز شباب المحرق وعن طريق محمد الضاعن بعد تمريرة رائعة من جانب محمد زمان. ركلة ادخال نلعب في آخر 2:46 ثانية. كرة وتقدم مركز شباب جرداب، توصل سهلة لحارس المرمى سعيد بعواص، لولاه لكانت النتيجة أكبر لمركز شباب جرداب. كرة عادت توصل، محاولة استلام وانتظار، لمسة وتمريرة وأيضا ضاعت. ضاعت الأداء ممكن أفضل من جانب لاعبي مركز شباب المحرق في الدقائق الأخيرة، ولكن هذه الأفضلية ما ترجموها لهدف التعادل. كرة توصل خطرة، هذه ممكن تسديدة أيضا سهلة، وحارس مرمى يتألق، حارس مرمى يتألق. شاهدنا ردة فعل من جانب لاعبي مركز شباب المحرك في الناحية الهجومية، ولكن لم يأتي منها التعادل. هنا محاولة التقدم والمرور، استلام وانتظار، والتغطية بعد بذل. كرة حاضرة، محاولة مرور من زمان، حاول يتقدم والتغطية موجودة. ركلة ادخال لمركز شباب المحرق،
كرة على السريعة توصل لزمان، لاعب مميز مع مركز شباب المحرك بالقدم اليسرى، يحتفظ بكورتي ينقلها يا سلام، ولكن قراءة أيضا رائعة من جانب مدافع مركز شباب جرداب، وبعد ذلك الانطلاقة والمحاولة والتمريرة وفرصة أيضا بعواص يتألق فيها. نجم الشوط الأول هو سعيد بعواص حتى الآن في تألق للكرات الموجودة من جانب مركز شباب جرداب، وأفضل لاعبي الشوط الأول حتى الآن في تصدياته وأيضا روعته في إبعاد كرات مركز شباب جرداب. هنا محاولة استلام وانتظار، يا سلام تقدم مرور، محاولة وتمريرة في الأخير، التغطية كانت من أمام عيسى حمد. نلعب في الثواني الأخيرة والشوط الأول والاقتراب من النهاية، والأفضلية لمركز شباب جرداب بهدف مقابل لا شو، الهدف اللي أتى عن طريق كوميل عبد النبي. كرة عادت، محاولة البحث عن التسديد، تسديدة وحارس مرمى يتألق، حارس مرمى يتألق. كرة عادت إلى ركلة إدخال لصالح مركز الشباب المحرك في محاولة العودة إلى المباراة. كرة توصل، محاولة تسديدة والكرة إلى ركلة إدخال، نلعب في آخر 10 ثواني، وهنا أيضا حارس المرمى ناصر إبراهيم اللي هو الآخر أيضا تألق في مرمى، يعني التألق موجود من جانب كلا الحارسين، ولكن يبقى الإبداع الأكبر لسعيد بعواص. ومع الكرة الأخيرة تأتي صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم مركز شباب جرداب بهدف مقابل لا شيء، وبالتالي شاهدنا هدف الشوط الأول، نتمنى نشاهد أهداف أخرى في الشوط الثاني، وأترككم في استراحة قصيرة ولعودة إن شاء الله من بداية الشوط الثاني، فإلى اللقاء. بسم الله الرحمن الرحيم، أحييكم مرة أخرى مع بداية الشوط الثاني للقاء مركز شباب المحرك مع مركز شباب جرداب. تركنا الشوط الأول طبعا بتقدم مركز شباب جرداب بهدف مقابل لا شيء، والهدف كان عن طريق اللاعب كوميل عبد النبي. وبداية الشوط الثاني الآن هل نشاهد فيها ردة فعل من جانب لاعبي مركز شباب المحرك، أو تبقى الأفضلية لصالح مركز شباب جرداب في حتى نهاية المباراة؟ كرة إلى أمام، محاولة وهناك صافرة وخطأ، والصافرة تحكى المباراة على وجود خطأ لصالح مركز شباب جرداب. وطبعا في كرة القدم للصالات هناك 5 أخطاء إذا ما تواجدت في الشوط الواحد على أحد الفريقين، فنذهب إلى تسديدة السكن بلنتي، وهي كرة في كرة القدم للصالات، ركلة جزاء الثانية على بعد 6 أمتار. هنا محاولة وتسديدة راحت وتحولت إلى ركنية ولا رمية مرمى. كرة إلى أمام، محاولة توصل، استلام وانتظار، محاولة وتقدم، تسديدة وهدف ثاني يأتي لمركز شباب جرداب، هدف ثاني بمهارة رائعة. نعم كانت موجودة، الشاهد هنا التقدم، هنا المحاولة وبعد ذلك التسديدة، وهدف ثاني عن طريق اللاعب حسن عيسى اللي سجل هدف ثاني لمركز شباب جرداب، ويأزم الأمور أكثر على مركز شباب المحرك. المباراة بالفعل مثيرة بين الفريقين، نعم فيها الأهداف قليلة ولكن فيها أيضا المتعة موجودة والمنافسة بين الفريقين حاضر. هدفين مقابل لا شيء، مركز شباب جرداب بعد الخسارة في اللقاء الأول يبحثون على الانتصار في هذه المباراة، في محاولة أيضا لكسب إحدى بطاقتي التأهل من هذه المجموعة، المجموعة الخامسة. كرة إلى أمام، طالت وتحولت إلى ركلة إدخال. كرة يا أمام، محاولة مركز شباب المحرك في محاولة تغليص الفارق، الآن الفارق أصبح 2، وبالتالي عليك أن تبحث عن هدف أول تغلص من خلال الفارق، وبعد ذلك تبحث عن هدف التعادل. خطأ وصافرة لمركز شباب المحرك، 3 دقائق نعم مرت من انطلاقة الشوط الثاني، وحارس المرمى ناصر إبراهيم خطأ، انشار هدف تغليص الفارق والهدف الأول لمركز شباب المحرك.
صافرة والتنفيذ بشكل سريع، ونعم هدف أول يأتي لصالح مركز شباب المحرق، وعن طريق اللاعب محمد الضاعن. محمد الضاعن شاهدون التمريرة الرائعة، الجميع كان ينتظر تسديده من جانب اللاعب عيسى ناصر، ولكن بفكر كروي بالفعل نقلها باتجاه الضاعن اللي بدوره يترجمه داخل شباك 2-1، والمباراة أحلى وأكثر له بين الفريقين. بالفعل فارق هدف يشعل الأجواء المباراة أكثر. هنا فرصة التعادل ممكن تكون حاضرة، استلام وانتظار، محاولة والتغطية الدفاعية والتسديدة ما زالت موجودة لمركز شباب المحرق، ولكن التغطية موجودة. كرة عادت، الانطلاقة سريعة، محاولة وتسديدة راحت وتحولت إلى ركلة إدخال. هنا الجهاز الفني والإداري ولاعبي البدلاء بالنسبة لمركز شباب المحرق. نعم 2-1 فارق الهدف، يعني يدفع مركز شباب المحرق للتقدم بشكل أكبر. يعني مركز شباب المحرق التعادل في هذه المباراة بالفعل يضمن لهم الصعود لدور ال 16، التعادل أو الانتصار وضمان التأهل، وبالتالي هم عارفين أهمية هذه المباراة وعدم الذهاب لمباراة مركز شباب مدينة حمد، الفريق الأقوى بوجهة نظري في هذه المجموعة الخامسة، وبدون أن فرصة التأهل تكون حاضرة في تلك المباراة، ولكن هم يبحثون عن التعادل في هذه المباراة اللي ممكن يعطيهم التأهل. هنا محاولة وتسديدة وحارس المرمى ما يتألق. الكرة إلى ركلة إدخال. كرة إلى ما محاولة استلام، البحث عن التقدم والمرور، طالت في الأخير راحت وتحولت إلى ركلة إدخال. كرة عادت، خطوة هذه الاستلام لم يكن بالصورة المناسبة من جانب اللاعب نواف الرشيد. 2-1 خاطئة، توصل لمركز شباب المحرق، محاولة خذوهات والتغطية نعم موجودة، راحت وتحولت إلى ركلة إدخال. كرة عادت، محاولة توصل وتسديدة ضاعت على الضاعن صاحب هدف تغليص الفارق، هذا هو محمد الضاعن لاعب مركز شباب المحرق. طبعا المباراة الأخيرة لمركز شباب المحرق بتكون أمام مركز الشباب مدينة حمد ومركز شباب جرداف في اللقاء الأخير أمام مركز شباب الرفاع الشرقي، وبالتالي هم عارفين أن التعادل في هذه المباراة أو الخسارة بالنسبة لمركز شباب جرداف ينهي أمورهم في هذه البطولة ويبعدهم عن المنافسة. كرة يمان، محاولة استلام وانتظار، كرة توصل لزمان يحاول تسديده وحارس المرمى بردة فعل رائعة ناصر إبراهيم يتألق فيها. كرة عادت، الانطلاقة نعم موجودة، محاولة والكرة تحولت إلى رمية جانبية أو إلى ركلة إدخال عفوا. كرة عادت توصل مركز شباب جرداب، البحث عن هدف ثالث للابتعاد بالنتيجة بشكل أكبر ومحاولة ضمان النقاط الثلاث من هذه المباراة. التعادل أو الخسارة في هذه المباراة تجعلهم خارج المنافسة والخروج من الدور الأول. كرة توصل، محاولة الزمان يحاول والتغطية باتجاه مركز شباب جرداب، تحديدا اللاعب علي خليل اللي يحاول يسدد، عادت مرة أخرى والتغطية تعود والكرة إلى ركلة إدخال. توجيهات وتعليمات من جانب كلا المدربين، مدرب مركز شباب جرداب قاسم علي يعطي تعليماته، ومركز مدرب مركز شباب المحرق محمد مصبح هو الآخر أيضا يعطي تعليماته وتوجيهاته. كرة
ركلة إدخال. تغطية موجودة، كرة عادت. مركز شباب المحرق والمحاولات مستمرة لتسجيل التعادل، ولكن حتى الآن التعادل لم يأتي في ظل الأفضلية الدفاعية الموجودة من جانب لاعبي مركز شباب جرداب. شاهدنا هدفين في هذه المباراة من كرات كانت من أخطاء، بالفعل من أخطاء، من فاولات، وبالفعل فاول أول لجرداب ترجموا له هدف، وأيضا كان خطأ بالقرب من منطقة جزاء أو من منطقة الست أمتار لمركز شباب المحرق، أيضا ترجموا لهدف 2-1. الكرة إلى ركلة إدخال، هذا هو صاحب الهدف الأول في المباراة كميل عبد النبي. كرة عادت، زمان استلام، انتظار، مهارة موجودة مع هذا اللاعب، ولكن دائما لا يلقى المساعدة اللي ممكن تعطيه الحلول أكثر، خاصة في كرة القدم للفوتسال. التحرك من غير كرة أيضا أحد أسباب التفوق بجانب اللياقة البدنية والمهارة العالية. كرة سريعة، محاولة تقدم الآن، والتمريرة بعيدة بدون أي متابعة هجومية بعد المحاولة كانت من عيسى حمد. كرة خاطئة، نلعب في آخر 10 دقائق منتصف الشوط الثاني، 20 دقيقة كل شوط، 10 دقائق مرت، والآن نبقى في 10 دقائق الأخيرة. محاولة تسديدة من كميل، التغطية الدفاعية موجودة، كرة عادت للخلف، محاولة الضغط على حامل الكرة، تخطف الكرة الآن، محاولة وفرصة التعادل لمركز شباب المحرق، والعودة السريعة، العودة السريعة أتت جانب مركز شباب جرداب، وهنا كرة خطرة وبعواس سعيد بعواس، والخروج في الوقت المناسب. كرة عادت، محاولة استلام وانتظار، البحث عن الزميل، ولكن التغطية أيضا موجودة. كرة توصل، محاولة، والكرة راحت وتحولت إلى ركلة إدخال. محاولة يا سلام على المرور، تقدم الآن ومحاولة التسديدة، ولكن العودة السريعة أيضا لمدافعي مركز شباب جرداب. كرة يمان، سيطرة لمركز شباب المحرك، الاستحواذ بشكل أكبر، لكن هذا الاستحواذ لا يترجم إلى هدف التعادل، عارفين ان التعادل يأهلهم، وهنا محاولة ايضا ضاعت، ضاعت، ضاعت وراحت. لاعبي مركز شباب المحرق يرمون بكل ثغلهم الهجومي الان لتسجيل التعادل، هنا خاطئة اختطفت الكرة، ممكن هدف ثالث، نعم هدف ثالث لمركز شباب جرداب، وعن طريق اللاعب حسن عيسى ليسجل ثاني اهدافه والثالث اهداف مركز شباب جرداب بعد تمريرة كانت خاطئة من جانب مركز شباب المحرق، وبالتالي يترجم الخطأ في التمرير لاعب مركز شباب جرداب بين الفريق المنافس مركز شباب المحرق، خطأ في الكرة وتقدم ووضعها داخل الشباك، وصارت 3-1، 3-1 بعد ما كانوا يبحثون عن هدف التعادل. مركز شباب المحرق يبحثون الآن عن هدف تغليص الفارق، وهم رموا بكل أوراقهم الهجومية وبكل ثقلهم الهجومي لتسجيل التعادل، ولكن بخطأ دفاعي أتى الهدف الثالث لمركز شباب جرداب، وبالفعل ما كذب خبر فيها. الآن محاولة، وبعواس يتألق، كرة عادت، الانطلاقة الآن موجودة، هنا محاولة وتقدم في الأخير راحت وتحولت إلى ركلة إدخال، ركلة إدخال. البحث عن هدف تغليص الفارق الآن مجددا من جهة مركز شباب المحرق، ومركز شباب جرداب في محاولة استغلال تقدم لاعبي مركز شباب المحرق، هنا محاولة وتسجيل أهداف أخرى. خاطئة، الاستعجال في التمريرة،
كرة لمع خاطئة، محاولة توصل لحمد ينقلها للأمام اللاعب عيسى ناصر، كرة راحت وتحولت إلى ركلة إدخال. تغطية موجودة للطلاقة، وهذه المساحات اللي تتكلم عنها، المساحات اللي ممكن تكون موجودة، وفرصة ضاعت. هذه المساحات اللي تكون ممكن تكون حاضرة في دفاع مركز شباب المحرق في ظل تقدمه للأمام وتغليص الفارق، هم عارفين يبحثون عن التعادل، يعني إذا ما تعادلوا في هذه المباراة خلاص ينهون أمور المجموعة هذه بالتأهل إلى دور الثمانية. وهدف رابع، هدف رابع لمركز شباب جرداب. بالفعل الامور تتازم اكثر على مركز شباب المحرق، ولكن الامور تسير بشكل صحيح مع مركز شباب جرداب، والهدف اللي اتى عن طريق اللاعب علي خليل وصارت 4-1 4-1. مركز شباب جرداب بالفعل استغلوا الكرات افضل استغلال واستطاعوا الوصول لشباك مركز شباب المحرق وصارت 4-1، وتتازم الامور اكثر على مركز شباب المحرق. وبالنسبة لمركز شباب جرداب الأمور الآن طيبة، تسير بالشكل السليم لضمان النقاط الثلاث الأولى ضمن المجموعة الخامسة لتصدرها حتى الآن مركز شباب المحرق بست نقاط. نلعب في آخر 5 دقائق و38 ثانية، تيم أوت، وقت مستقطع، دقيقة 1، وفرصة بالنسبة لكل المدربين لإعطاء التعليمات والتوجيهات، وأيضا فرصة بالنسبة للاعبين لأخذ الأنفاس. اللياقة البدنية بالفعل تلعب دورها، والمهارة الفردية في كرة القدم للفوتسال. دوري خالد بن حمل المراكز الشبابية في النسخة الرابعة، النسخة الثالثة البطل كان الزلاق، مركز شباب الزلاق، والوصافة لمركز شباب سلم أباد، والمركز الثالث لمركز شباب كران. مشاركة كبيرة ب 32 فريق للمراكز الشبابية، يعني حضور بالفعل رائع للمراكز الشبابية ب 32 فريق، وطبعا قسموا على 8 مجموعات، واللي وضعوا على رأس مجموعات الثمان هم الفرق اللي تأهلت لدور الثمانية في النسخة الأخيرة. كورة محاولة، تغطية موجودة، الآن التقدم أيضا بتغيير تكتيكي، تقدم حارس مرمى أيضا. كرة محاولة، كرة الأمام، هناك خطأ، هناك التباس في الالوان اللي صارت، خاصه ان مدرب مركز شباب المحرق اخرج حارس المرمى واستعان بلاعب داخل ارضيه ملعب، وبالتالي اللون الفانيلي كان لابسه تقريبا مشابهه لمركز شباب جرداب، وبالتالي الاحتجاج كان حاضر لهذه المناسبة، وبالتالي هنا محاولة الآن، كرة فرصة ممكن هدف خامس، ولكن التغطية موجودة. كرة إلى ركلة إدخال. المباراة الثانية لهذا اليوم، المباراة الأولى انتهت ب9 أهداف مقابل هدف لمركز شباب الحمل على مركز شباب رفاع الشرقي. هنا المرور لزمان بشكل رائع، فرصة خطرة ممكن فيها هدف ثاني، وأيضا ضاعت. ضاعت. طبعا بعد هذه المباراة ذكرت أن هناك مباراة ثالثة تجمع مركز شباب سافرة مع مركز شباب النعيم، والمباراة الأخيرة مركز شباب السنة الجنوبية مع مركز شباب جد حفص. نلعب في آخر 3 دقائق و55 ثانية. كرة عادت، زمان يحاول،
كرة خطرة هذه ممكن، ولكن التغطية أيضا موجودة. كرة عادت والطلاقة الآن موجودة وحاضرة، محاولة والسرعة من جهة مركز شباب جرداب للحصول على هدف خامس وإنهاء الأمور. نعم الفارق 3 أهداف وفارق مريح بالنسبة لمركز شباب جرداب، فارق مريح نعم، وقبل نهاية المباراة ب3 دقائق و22 ثانية، بالتالي فارق مريح، فارق 3 أهداف، ولكن إذا ما أتى الهدف الخامس فالأريحية تزيد، وهنا صافرة وخطأ وأيضا كرت أصفر للاعب سعيد فردان في الكرة الأخيرة. ركلة إدخال تفيد بشكل سريع والتسديدة أو خطأ في الكرة الأخيرة، وليس ركلة إدخال، إنشاء مركز الشباب المحرر والاعتماد على حارس يشارك داخل مع الزملاء، وفرصة لإعطاء أيضا زيادة عددية على مرمى مركز شباب جرداب. الوقت يمر وأيضا خاطئة، هنا ممكن فرصة هدف خامس لمركز شباب جرداب. نعم والحارس يتألق، لاعبين في مواجهة حارس المرمى وما استغل الكرة الأخيرة. كرة لما خطرة هذه، وكورة وهدف ثاني لمركز شباب المحرق، هدف ثاني لمركز شباب المحرق، والهدف الثاني أتى عن طريق اللاعب عيسى حمد، شال الكرة الأخيرة وبعد ذلك عيسى حمد داخل الشباك وصارت 4-2 4-2 وتيم أوت يطلبها مدرب مركز الشباب المحرق لإعطاء التعليمات والتوجيهات. فارق هدفين وأمامك دقيقتين في الهجوم ولا غير الهجوم، وبالتالي أكيد بيعتمد على نفس السيناريو أن حارس المرمى الأساسي يكون خارج أرضية ملعب، ومشاركة لاعب داخل أرضية الملعب ليعطي الزيادة العددية أكثر على مرمى مركز الشباب جرداب. مركز الشباب المحرق يريدون التعادل في هذه المباراة لإنهاء أمور التأهل إلى دور 16. مركز شباب جرداب الفوز في هذه المباراة يجدد الآمال لكسب إحدى بطاقات التأهل من هذه المجموعة، المجموعة الخامسة. تعليمات بجانب المدرب محمد مصبح مدرب مركز شباب المحرق، ومدرب مركز شباب جرداب قاسم علي. كورة عادت، شاهد ضغط من جانب لاعبي مركز الشباب المحرك، كورة تقدم، محاولة استلام، انتظار، مرور والتغطية والكرة إلى ركلة إدخال. الدقائق تمر سريع على مركز الشباب المحرك وبطيء على مركز شباب جرداب، يريدون إنهاء المباراة، ولكن إذا ما أتى هدف ثالث الآن ممكن يشعل للدقيقة الأخيرة. كورة محاولة عدت وتحولت إلى ركلة إدخال، تنفيذ بشكل سريع، كرة توصل، محاولة، شارد ضغط على حامل الكرة هنا خاطئة، توصل ممكن فيها فرصة وخروج حارس المرمى في الوقت المناسب. كرة ركلة إدخال، كرة عادت، محاولة يا سلام على المرور، هنا التقدم والمحاولة وشاهد الكثافة الدفاعية وأيضا الحضور الهجومي. كرة لما، كرة توصل أيضا خاطئة، الأخير تحولت إلى رمية مرمى. كرة عادت، هناك صافرة وتنفيذ خاطئ من جانب لاعبي مركز شباب المحرق. آخر نصف دقيقة وثلاث نقاط خلاص أصبحت تعتبر مع مركز شباب جرداب، 4-2 انتصار لمركز شباب جرداب والوصول إلى النقاط الثلاث من خلال هذه المباراة والنقاط الثلاث الأولى، ومركز شباب المحرق يبقون على رصيدهم السابق النقاط الثلاث السابقة. لا إذا هناك كان حديث مع الكرة القادمة وإنهاء الأمور مع زمان. عودة مركز شباب جرداب للمنافسة على إحدى بطاقات التأهل، 6 ثواني والثواني الأخيرة، وأعتبر الصافرة خلاص اقتربت. ونعم الصافرة تأتي،
الصافرة موجودة على نهاية المباراة بفوز مركز شباب جرداب بأربعة أهداف مقابل هدفين على مركز شباب المحرق، وبالتالي ثلاث نقاط أولى لمركز شباب جرداب، ومركز شباب المحرق يبغون على رصيدهم السابق بثلاث نقاط السابقة. بالأخير تقبلوا تحياتي مع المباراة، ونلتقي معكم إن شاء الله في لقاءات أخرى، فإلى اللقاء.